ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره السوشيال لاب اللي بنشوف فيها ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وايه اكتر الابلكيشنز بيحبوها. والنهارده السوشيال لاب هيكون عن الفنانه منى شلبي اللي بتنتظر عرض فيلمها الجديد الهوى سلطان، وبيشاركها في البطوله احمد داوود، احمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تاليف واخراج هبه يسري. تعالوا نشوف منى شلبي بتستخدم السوشيال ميديا ازاي. بيتابع منى شلبي على الانستغرام 3,400,000 متابع، وهي عامله فولو لحوالي 239 اكونت، ونشرت لحد دلوقتي تقريبا 310 صوره وفيديو. واخر بوست نشرته اطلالتها في مهرجان الجونه، واللي تم اختيارها للمره الاولى كعضو في لجنه تحكيم مسابقه الافلام الروائيه الطويله في المهرجان. اكونت منى شلبي معظمه صور لشخصيات مثلتها وبوسترز لاعمالها، وكمان صور لرحلتها لانها بتحب السفر جدا، ودايما حريصه انها تشارك جمهورها تحضيراتها قبل حضور اي حفل فني. نشرت اكتر من 100 اطلاله ليها في مناسبات فنيه مختلفه. والمعروف عن منى شلبي علاقتها الجميله بمعظم الوسط الفني، فلقينا انها نشرت اكتر من 30 صوره بتجمعها مع الفنانين اصحابها. وبكده نكون عرفنا منى شلبي بتعمل ايه على السوشيال ميديا.